السلام عليكم، معكم ريما من قناة أبيكس بيزنس كلوب. دونك اليوم إن شاء الله غادي نعملو تتمات سلسلة ديال الماركتينغ، وصلنا فيها لحد الفيديو رقم 9 وهو اللي غيكون اليوم. غادي نشوفو فيه أهم أنواع التسويق ونعملو نظرة شاملة على الأهداف كل نوع في هذا التسويق. أول حاجة عندنا 4 الأنواع ديال التسويق، وكنا عملنا في الفيديو السابق أول نوع وهو التسويق بالمحتوى. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملو ثاني نوع اللي هو التسويق بالبريد الالكتروني، ونزيدو معاه ثالث نوع هو التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. غيبقى لنا واحد الفيديو مستقبلا غادي نعملو فيه النوع الرابع ديال التسويق، وهو التسويق عن طريق تهيئات محركات البحث. دونك غنبداو على بركه الله، معنا ثاني نوع وهو التسويق بالبريد الالكتروني ايميل ماركتينغ. كاين بزاف ديال الطرق باش تعمل تسويق عبر البريد الالكتروني، وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا مجموعه استراتيجيات اللي غتعملنا في الطريق الصحيحه باش نحققوا النجاح اللي كنتمناوه. يمكن لك تحسن من الحملات الاعلانيه ديالك عن طريق اختبار الرسائل ديالك في الايميل، وعن طريق انشاء صفحات تكون مناسبه للاشهار ديالك او للمنتوج، وفيها غادي تعمل مقياس للنجاح كل خطوه تخطيها من هذا الجانب. اولا كاين واحد القاعده او واحد الاختبار باش كتعرف كيفاش تعمل تسويق للمنتوج او الخدمه ديالك عن طريق البريد الالكتروني. هذا الاختبار اسمه اي بي، وهذا الاختبار تعمل من المقارنه بين نظامين او محتويين وتعرف شكون فيهم اللي ناجح، وبهذه الطريقه كتخليك توصل لقدر كبير من الزبائن اللي كتوصل لهم الرساله ديالك الالكترونيه، او الناس اللي كتضغط على الروابط اللي كتوصلنا الموقع الالكتروني ديالك. اختبار اي بي هو انك تعمل جوج نسخ من واحد الرساله الالكترونيه باش تشوف شكون هي الافضل والنسخه الفعاله اللي تجاوبوا وتفاعلوا معها قدر كبير من الزبائن او المتتبعين. يمكن لك تستخدم هذا التقنيه باش تختبر نماذج الرسائل اللي صرتيها للكليان ديالك. نفترض انك سرطتي واحد الرساله في البريد الالكتروني كتعلن فيها على واحد المنتوج ديالك عاد خرج جديد من سوق الشغل، ولكن ما عرفتيش شنو تكتب في هذا العنوان اللي بغيتي تطلقوا على هذا المنتوج ديالك الجديد، ما عرفتيش شنو العنوان اللي تكتب عليه. في هذه الحاله شنو ممكن نعملو؟ ممكن نقسمو داك الناس اللي عندنا في الايميل ديالنا على جوج، مثلا نص نسرد له واحد النسخه ونكتب فيها واحد العنوان، والنص اخر نسرد له النسخه نفسها مثلا ونبدل فيها العنوان. يعني العنوان اللي غنسردو الاولي ماشي هو اللي غنسردو الثاني، مع ان الكونسيبت المحتوى واحد. ملي كتسرد بهذه الطريقه انت شنو كتعمل؟ كتراقب شكون معدل الفتح اللي كبير، شكون الناس اللي فتحوا داك الايميل العدد ديالهم كبير مقارنه مع ناس اخرى. وبهيدا النسخه اللي كتكون دات اعلى، يعني الناس فتحوها بزاف، هي اللي كتكون النسخه الافضل، وبالتالي انت عرفتي شمن نسخه اللي صلحت لك وشمن عنوان اللي كان مناسب والناس تفاعلت معاه اكثر. يمكن لك تستعمل الاختبار اللي هضرنا عليه اي بي باش تختبر العناوين المناسبه من كل انونس كونسيبت ولا شي حاجه بغيتي تسرد شي واحد في الايميل، ولا شي فلايرز ولا شي حاجه فيها الاشهار الدعايه شي بروموسيون. يمكن لك تستخدم الاختبار ديال اي بي باش تجرب العناوين ولا الكونسيبت ولا الصور ولا معدلات الارسال اللي خصك تسردو من الناس. ويمكننا نقوم بهذه العمليه سورتو في الويكاند ملي كيكونوا الناس جالسين، يعني كتكون احسن فتره باش يشوفها الانسان بزاف ويشوف المتتابعين بزاف، لان الناس جالسين وكيكون اي واحد في يدو اللابتوب ديالو ولا بورتابل ولا، يعني داك لانونس ديالك كتكون تتشاف في الويكاند اكثر واحسن. اولا مثلا تولف المتتابعين ديالك والكليان ديالك ان كل سيمانه كتنزل لهم واحد الكونسيبت جديد، وبالتالي كيبقاو الناس يستناوك كل سيمانه انك شنو غادي تنزل لهم، سورتو الا كنتي كتعمل شي حاجه كتوافق الكليان ودائما كتجيب لهم الجديد وكتجيب لهم المتطلبات ديالهم. حاجه اخرى اللي ما خصناش نوقعوا فيها، يعني كتجبر اخر خصو غير شهر دغيا راسو وخصو الناس تشوفوا دائما الرسائل ديالو طالعين، وهذه واحد الحاجه ماشي مزيانه. علاش؟ لان بزاف الناس
ونعملوا راسنا في بلاصه الناس اللي كيجيوهم الرسائل بزاف. راه الا كان الكميه كثيره ديال الرسائل راه ممكن الانسان ما يعجبوش الحال ويمشي ويبلوكيك. حنا ما خصناش نوصلوا لهاد النقطه هذه. حنا خصنا نصاوبوا رسائلك وعندها محتوى مفيد للكليان ديالي والحاجيات ديالو، بروموسيون عامله شي حاجه بحال هيدا، تخفيضات ولا، ويكونوا ديك الرسائل يعني بعدد معقول ما قل ودل، باش ما نخليش داك الكليان ينفر مني ويمشي بلوكيني. مثلا نعدل انا مثلا كل شهر في الاخر شهر كنسرد لهم واحد الملخص جميع البروموسيون اللي عملتها انا طيله داك الشهر، ويكون مثلا باقي فيها لادات كنسرد لهم مثلا كل اخر شهر ها شنو كاين، اما داكشي اللي فات من الشهر وباقي المده ديالو طويله، اما الحاجه الجديده اللي ناوي انا لانونسيها في الديبار ديال الشهر. هيدا كتكون حاجه معقوله، يعني ما كتثقلش على الكليان ديالك دائما بالرسائل. بهذه الطريقه الناس ما غاديش تبلوكيك ولا تنزعج من الرسائل ديالك في البريد الالكتروني ديالهم، لان غيكون انت كتعامل معهم بشكل معقول. ثاني حاجه دائما خصنا نحرصوا اننا نعملوا اول صفحه كيشوفها الكليان ملي كيدخلوا الموقع الالكتروني ديالنا تكون صفحه مقصوده، يعني تكون واحد الصفحه مفيده 100% واللي كتحفز واللي كتجذب الكليان عندنا انه يدخل الموقع ديالنا ويقلب على المعلومات ديالنا اكثر، ويطلب مثلا شي حاجه اللي كنبيعوها حتى هو يكون من المتتبعين اللي كيشريو دائما من عندنا ومن الكليان الاوفياء الشركة ديالنا. تاني حاجة منين يدخل شي حد من اي اشهار سردنا له حنا، من اي رسالة سردناها في الايميل، دايما نعملو الموقع ديالنا اللي يكون اوتوماتيك، مو اون فوا كي ضغط عليها كتدينا الموقع الاصلي ديالنا، لان كل ما زادت القدرة ديالنا على توجيه السيد اللي كيدخل البريد الالكتروني اللي كنسردو له وكتكون الصفحه ديال الويب ديالنا تما، كل ما زادت القدره ديالنا اننا نوجه وهيت كيفيها وتدخلوا نيشان للصفحه ديال الويب ديالنا، كل ما حنا الحملات الاعلانيه ديالنا زادت وكبرت في البريد الالكتروني وعطات نجاح اكثر واكثر. علاش؟ باش كيتعرفوا على المنتوج بسهوله وربما يشريوه. وما نساوش ان الكليان ديالنا كل واحد ني كيقرا الرسائل اللي كنسردو له، هل اللي كيشوفها في البورطابل ديالو، هل اللي كيشوفها في الاجهزه اللوحيه، هل اللي كيشوفها في الكمبيوتر. هادشي كيعني ان الصفحات والاعلانات اللي كنسردو لهم في البريد الالكتروني ديالهم لابد تكون كتناسب مع جميع هاد الاجهزه. ومن بين خدمات البريد الالكتروني كاينين ادوات تحليليه كتخليك تتبع نجاح الحملات ديالك وشحال الناس وصلت لهم الرساله الالكترونيه ديالك وشحال المعدلات لفتح الرسائل، وهيدا كتعرف شكون من العناوين اللي لقات نجاح اكثر وفعاليه اكبر. وخلاصه القول من هذا الجزء، يمكن لك تحسن من الاعلانات اللي كتعملها البرودوي ديالك ولا السيرفيس عبر البريد الالكتروني بانتظام عن طريق اختبار النسخات المختلفه للرسائل ديالك. ودابا غادي نشوفوا الجزء الثاني ديال هذا الفيديو اللي غيكون كيهضر على التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أولا بما يسمى السوشيال ميديا ماركتينغ. بلا شك أن اليوم رجعت مواقع التواصل الاجتماعي جزء كبير من حياتنا، وانت كصاحب شركة ولا كصاحب منتوج أو خدمة أو كتقوم بأي نشاط تجاري، فهاد المواقع التواصل الاجتماعي مفيدة بزاف بالنسبة لك، لأنك فيها تقدر تعرض المنتوج ديالك بكل سهولة وتتواصل وتفاعل مع قدر كبير من الناس فقط عن طريق المحتوى اللي غادي تنزلو وتتبادل به المعلومات. لهذا هاد المواقع رجعت عندها دور كبير في حياتنا وميمكنش نستغنوا عليها، خصوصا اذا كنتي كتعرف فين تخدمها وكتدخل منها الفلوس. فملايين الناس كيتواصلوا وكيشاركوا المحتوى ديالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي، وهذا التواصل ممكن يكون بطريقة عظيمة للأنشطة التجارية في شتى أنواعها. علاش؟ لأن هاد المواقع كتعتبر منصة كتخول لك ولا كتسمح لك باش تتكلم مع الزبائن ديالك بكل أريحية، وكذلك كتسمح لك تشارك المحتوى ديالك كيف ما بغى يكون والانخراط في المحادثات مع الناس وبناء الثقة بيناتهم بهدف الوصول لقدر كبير من الزبائن. مثلا تخيل أنك كتمتلك شي محل الملابس وديما كتنزل جديد في الصفحة ديالك، يعني كاينين الناس متبعينك
ربما هما يكونوا بحد ذاتهم كيشاركوا معك أفكار جديدة للملابس ويعاونوك أنك تقدم الأفضل دائما. ويزيدوا حتى هما ينشروا الصور لملابس المتجر ديالك، وبهذه الطريقة كتوسع دائرة الزبائن. إذا منين أنت كتبدأ تنشر صور لقطع جديدة في المحل ديالك، هاد الشي كيساعدك أنك تبقى حاضر في الذهن ديال الناس ويدخلون الموقع ديالك مرارا وتكرارا. بهذه الطريقة يمكن الموقع ديالك يكبر بسرعة كبيرة. ربما داك الناس اللي متبعينك ينشروا منتوجاتك مع متخصصين في الموضة ومصممين أزياء مشهورين، وهذه كتكون فرصتك وما خصكش تضيعها باش تتقرب وتتعامل مع هاد المصممين. وهذا هو الهدف من مواقع التواصل الاجتماعي، هو انه يفتح لك فرصة مع الزبائن ويشجعوك ويعملوا لك الدعاية للمنتوجات ديالك. هنا كتبقى ماشي غنتينا اللي كتروج لراسك، كيبقى الكليان الوافي هو اللي كيروج لك منتوجاتك وربما بلا ما يشعر. دابا غادي ننتقلوا باش نهضروا على كيفاش تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي باش توفر دخل النشاط اللي كتزاولو. قبل كل شيء ممكن لكش تستفيد من شبكات التواصل الاجتماعي الا ما كنتيش عضو فيها، وهذه حاجه اكيده وكلنا كنعرفوها. حاجه اخرى، خصك تكون عارف اي نوع من الشبكات كيستعملوها اغلبيه المتتبعين ديالك، لان بهذه الطريقه غادي تساعدك انك تقرر شمن موقع التواصل غادي تحتاج، واش فيسبوك او قناه على اليوتيوب ولا حساب على البانتريست او تويتر او لا صفحه على جوجل بلاس ولا صفحه على لينكدين، او لا تقدر تجمع ما بين هاد المواقع كاملين. مورا ما تعرف شنو المواقع انت عندك الزبائن بالكثر عليها، هنا كيكون خصك تنشا واحد الملف خاص بك وخاص بالنشاط التجاري اللي كتزاوله. يعني خصني نعمل شي صفحه رئيسيه ديالي تكون مفيده للناس، كما هضرنا البارح على الفيديو ديال الكونسيبت ديال الماركتين ديال المحتوى، تسويق المحتوى، كنا كنهضروا على كيفاش تعدل صفحه رئيسيه ديالك بضوابط مهمه اللي غادي يحتاج الكليان ومفيده ليلو، وهي اللي تحفزه انه يزيد يقلب عليك في مواقع التواصل. هاد الشبكات عندها جمهور كبير بزاف. واش في خبرك بان الفيسبوك بوحديته عنده مليار مستخدم حول العالم؟ هادشي كيعني ان الكليان ديالي دابا اولا ديال المستقبل كاملين كاينين في هذيك الشبكه اللي انا نخدم فيها في الموقع ديال التواصل الاجتماعي. لهذا ولا كان عندك شي نشاط كتزاولو، شي نشاط تجاري كتزاولو، لابد يكون عندك حضور وموقع ديالك على هاد الشبكه. واكيد ماشي من السهل انك تجاوب وتفاعل مع جميع متابعيك، وديما بشكل يومي تنزل منشورات جديده وافكار مختلفه على اكثر من موقع. الحل اللي كاين هو انك تعمل خطه منهجيه للحاجات اللي انت باغي تنشرهم وفوقاش الوقت المناسب للنشر، وش من مواقع غتنزلهم فيه، وحتى شكون اللي معاك في هذا النشاط التجاري لازم حتى هو يقوم بالنشر. فسواء كنتي كتنشر يوميا او كل ساعه او اسبوعيا، الخطه المنهجيه غتساعدك باش تكون منضبط في مشاركتك. واهم حاجه تعرفش من مواقع مناسبه للنشاط اللي كتزاولو وتنشر فيه. مثلا اذا كنتي يلا عملتي شي لبسه جديده في المحل ديالك وخصك تنزل الصوره الاولى، فكنصحك بالانستغرام ولا البنتريست، غادي يكونوا اكثر تناسبا معك. او اذا بغيتي المشاركه تكون كثيره من المتتبعين ديالك، فكذلك كنصحك بالجوجل بلاست او الفيسبوك، غادي يكونوا اكثر تناسبا معك. فالفيديو ديال اليوم شرف على نهايته. شفنا اربع انواع ديال التسويق، شفنا في الفيديو اللي سبق التسويق بالمحتوى، وشفنا في هذا الفيديو اليوم التسويق بالبريد الالكتروني، وشفنا التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي او بما يسمى الاس ام ام. باقي لنا الفيديو المقبل ان شاء الله اللي غيكون في النوع الرابع ديال التسويق، واللي غيكون كيهضر على التسويق عن طريق تهيئه محركات البحث او الاس اي او. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم. كانت معكم ريما تالفيت في الاعداد والتقديم، وشكرا الى اللقاء.